السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حصة اليوم لا تتمحور حول الرياضة حصة اليوم تستمد من الرياضة لتساهم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المفتوح لن نتحدث اليوم عن الشعارات ولا عن الاعتصامات فقليل تواجدها في ملاعبنا لكن خدمة الدين ونصرة نبيه تكون بالأخلاق الحميدة لا بالتصرفات المسيئة المقيتة للحديث والنقاش يشرفني ان استضيف السيد محمد جوادي المحلل الفني مرحبا بكم. اهلا وسهلا بك زميلي زكريا وبمشاهدينا الكرام. اشكركم على هذه الاستضافه والشكر ايضا موصول لقناتكم الوطن الجزائريه التي اتيحت لنا هذه الفرصه لكي نعبر عن مدى انشغالنا في هذا اليوم المبارك لنصره النبي عليه الصلاه والسلام. كما يحضر معي زميلي عيسى الهادي مرحبا بك عيسى مرحبا زكريا اهلا وسهلا كذلك نرحب بالضيف الكريم مرحبا بالمشاهدين الكرام نتمنى التوفيق في هذا اللي مفتح. ان شاء الله <applause> قالوا من قبل يجب فصل السياسه عن الدين وقد يقولون أبعدوا هذا الدين عن الرياضه فنرد الرياضه تربيه للجسم مثلما الدين تربيه للنفس ونزيد ان لم يقيد الرياضه دينا فلمن تحتكم ثم يأتي التأكيد على لسان من دعا الناس للتوحيد علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل محمد هل يمكن أن تصف رياضة بلا دين ينهى عن الخداع التلاعب الشتم الهمجية العنصرية كل هذه الصفات الدخيلة على مجتمعنا أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين كما تفضلتم في المقدمة التي قمتم بها الآن إن ديننا الحنيف يأمرنا إلا بالخير وديننا الحنيف هو مليء بكل الأمور الجدية والجيدة فقلتم هل يمكن أن نصف رياضة بلا دين تنهى عن الخداع وتنهى عن التلاعب والشتم والعنصرية والجهوية والأخير النبي عليه الصلاة والسلام يحث عن الرياضة بحيث انه يقول علموا اولادكم الرمايه والسباحه وركوب الخيل فان ديننا الحنيف ينص على هذه الرياضه وينص على تربيه اجيالنا واولادنا على على هذه الرياضه فلا يمكن انا اقول يعني جوابا لسؤالكم فلا يمكن ان ان نفصل الرياضه عن الدين كما اراد البعض ان يفصل الدين عن السياسه وعن الامور هذه فنحن موضوعنا ليس هذا موضوعنا هو الرياضه الرياضة بذاتها هي دين الرياضة الطيبة والرياضة الإيجابية فهي تنبعث مباشرة من ديننا الحنيف الرياضة هي معاملات هي هي هي, هي معاملات طيبة هي هي أخلاق. شعارات طيبة هي أخلاق مه. هي تربية فلهذا لا يمكن أن نقول أن الرياضة في زي والدين في زي فالرياضة يعني هي هي مشتقة من ديننا الحنيف متكاملة وهي متكاملة مباشرة مع ديننا الحنيف السفهاء والحقد والقلم وبئس الذل عليهم وما رسموا ارادوا اهانه الكريم وما بلغوا من قدره شيئا ولن يبلغوا لقاط من حرث لا يعرف زارعه او كلاب اصلها لا يعلم تجرات السنه اقلامها واخذت تسيء وهو الاكرم الاساءه فعل يمس المشاعر والاجساد يتضرر منها المساء اليه ويتألم لها من شهدها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ليس ككل البشر ومشاعره ليست كأية مشاعر، هو لا يتضرر ولا يتألم إلا إذا أوذي، ليس في نفسه لكن في ربه. لذلك قال رب العزة في محكم تنزيله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إلا تنصروه فقد نصره الله. فيحين وقت الحديث عن النصرة، ما معنى النصرة؟ وكيف تتم بطريقة سليمة لتجلب نفعاً وتدرأ ضرلا. عيسى ما معنى النصره وبأي طريقه ننصر نبينا عليه الصلاه والسلام؟ عليه افضل الصلاه والسلام الاخ السلام. زكريا طبعا الحديث عن نصره الرسول صلى الله عليه وسلم يدفعنا للحديث عن الانتصار للرسول صلى الله عليه وسلم. اذا اردنا ان ننصر الرسول صلى الله عليه وسلم يجب ان ننتصر للرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يمكن ان ننتصر للرسول ننتصر للرسول بشتى الطرق. طبعا في حياتنا اليوميه حتى بعيدا عن المجال الرياضي يمكن أن ننتصر للرسول صلى الله عليه وسلم من خلال ممارساتنا اليومية من خلال أفعالنا من خلال حتى أقوالنا من خلال حتى معاملاتنا اليومية وإن أردنا الحديث عن الشأن الرياضي فيمكن لنا أن ننتصر للرسول صلى الله عليه وسلم من خلال الممارسات الرياضية من خلال ما يمكن أن نقدمه في الملاعب سواء كانت ملاعب كرة القدم أو أي رياضة أخرى من خلال ممارسات تعكس إسلامنا تعكس حقيقتنا تعكس حقيقة عقيدتنا وبالتالي إذا قدرنا أننا نوصل لهذه الأشياء أكيد سننتصر بطريقة غير مباشره للرسول صلى الله عليه وسلم انتصارنا للدين او نصرتنا للدين هي انتصار للرسول صلى الله عليه وسلم صحيح. اعتمادنا في الاشياء الايجابيه في حياتنا اليوميه حتى الممارسات الرياضيه هي نصر للرسول صلى الله عليه وسلم صحيح. اعتمادنا للسنه هي نصر للرسول صلى الله عليه وسلم اعتمادنا على كتاب الله عز وجل هي نصرة هو نصر للرسول صلى الله عليه وسلم اذا نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم تتاتى من خلال كل هذه الجزئيات سواء كانت في المجال الرياضي او في اي مجال كل واحد منا لو انه يتصرف في يومي في خلال مسيرته الحياتيه منذ الولاده الى غاية أن يتوفى الله عز وجل أن يتصرف بكتاب الله وسنة رسوله أكيد سينتصر للرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما طلبه من رسولنا الكريم أنت تصر على أن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم هي فعل دائم وليس متقطع أكيد أكيد فعلا دائم يمكن فعلا احنا هذا اليوم هذا البلاطو أو هذا اليوم المفتوح هو جزء من نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ف باستطاعتنا ما نخلوش حتى يصاب الرسول صلى الله عليه وسلم باذى وهو يعني كبير الحمد لله عن كل لا يصاب الرسول صلى الله عليه وسلم لن يصاب باذن الله لكن ما نخلوش حتى تكون فرصه للطرف الاخر او لهؤلاء حتى لا اذكر اسمهم لانه لا وجود لاسمائهم بيننا ولا يشرفنا ان اذكرهم في هذه المنابر فلا يجب حتى حتى يعني لا يجب ان نكون محل دفاع لماذا لا نهاجم نحن نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم لأن احسن وسيله للدفاع هي الهجوم بالمنطقه الرياضي طبعا